طبعا هو ايش سوى هنا؟ اقول لكم شو الخطا اللي سووه، هذا خطا شائع الموجود عند اغلب الطلاب. بربع المقدار الحد الاول، بربع الحد الثاني، غلط. في حد اوسط هون. نمشي على القاعده تبعتنا، يلا خلينا نحكي قاعدتنا. مربع الحد الاول، ربع لي 9 في 9 81، س في س س تربيع. بعدين 2 ضرب الحد الاول ضرب الحد الثاني، 2 في 9 18، 18 ضرب 4 هاي 32، 72 زائد 72 س ص زائد مربع الثاني 16 ص تربيع. اذا هذا خطا. ليش؟ لانه الحد الاوسط هذا 72 س ص مش موجود. الان حل التمارين، بس انا بكتب الحلول بسرعه بس عشان انتم تجربوهم تاكدوا ان حلكم صحيح ولا لا. يلا 14 سين أس 6 ناقص 21 سين أس 5 زائد 35 سين أس 4. هون بيطلع عندي 2 سين تربيع ناقص سين وزائد 14 زائد 13 سين ناقص 7. مربع الأول، الأول بالثاني باثنين زائد مربع الثاني. يلا خلينا نسوي هاي على السريع. 2 سين تربيع ناقص 4 سين صاد زائد 2 سين زائد 3 سين صاد. أنا وصلت هون. ناقص 6 صاد تربيع زائد 3 صاد ناقص 4 سين زائد 8 سين صاد زائد 8 صاد 8 صاد ناقص 4. ظل عندي خطوة أجمع. وين في سين تربيع مع بعض أجمعهن، صاد تربيع مع بعض أجمعهن، سين صاد أجمعهن وهكذا. مش راح أكتب الجواب، هذا عليكم تجمعوا الحدود المتشابهة. يلا الآن خلنا نفك الأقواس هون على السريع. 3 صاد في 5 هون 15 صاد تكعيب، بعدين هذه في هذه هون 3 صاد تربيع في سالب 8 بيطلع سالب 24 صاد تربيع، خلصناها. زائد 10 صاد تربيع بعدين ناقص 16 صاد. طبعا في عندنا هاي اللي هي سالب 24 وموجب 10 بيطلع سالب 14، 15 صاد تكعيب ناقص 14 ص تربيع ناقص 16 ص انتهى. يلا اللي بعديها رح نضرب لام تربيع في لام تربيع بيطلع لاموس 4، لام تربيع في ها تربيع زائد لام تربيع ها تربيع، بعدين ناقص ها تربيع في لام تربيع ناقص لام تربيع ها تربيع ناقص ها أس 4. لاحظ انه موجب لام تربيع ها تربيع بتختصر مع لام سالب لام تربيع ها تربيع بتعطي صفر، فشو بصفي عندي؟ لام أس 4 ناقص ها أس 4. اتوقع هذه سهلة ما راح احلها. يلا ملعب مستطيل الشكل، طوله س تربيع زائد 5 س زائد 4، هيا تقول س تربيع زائد 5 س زائد 4 وعرضه 3 س زائد 2. يراد زراعته بالنخيل، بالنجيل مش بالنخيل، بالنجيل اللي هو هذا يعني الاخضر. مساحه المنطقه المزروعه بدلاله س، بدك تضربهم في بعض بس. يعني انت راح تقول هيك 3 س زائد 2 مضروبه في س تربيع زائد 5 س زائد 4 وتفك الاقواس، مش اكثر من هيك ما راح احل. يلا خزان ماء مكعب الشكل، مكعب مكعب كيف يعني مكعب؟ يعني طول اضلاعه نقول نفس الطول، وبنعرف انه حجم الخزان المكعب هو طول الضلع في نفسه تكعيب. يعني هو س زائد ص في س زائد ص في س زائد ص. هاي ما اخذناها زيها. لا اخذنا زيها. كيف تضرب اول حد اول مقدارين في بعض والجواب اللي بيطلع ايش بتسوي فيه؟ بتضربه في المقدار الثالث. انا راح اخذ المقدارين هذول اضربهم في بعض. يلا على السريع، س في س س تربيع،
سين في صاد سين صاد اللي بعدها صاد في سين سين صاد أو صاد سين بفرقش زائد صاد تابع. هسه هذا كله بده ينضرب في سين زائد صاد. الآن هذا تتجمع هنا سين صاد زائد سين صاد يعني اثنين سين صاد. بدل ما نرد نعمل خطوة جديدة نمسحها هيك ونقول زائد اثنين سين صاد. صار المقدار مكون من ثلاث حدود في مقدار من حدين، عادي توزيع برضو نفس الطريقة. يلا نكتب تحتها سين تربيع في سين طلع سين تكعيب. هاي أول واحدة اللي هي هاي في هاي. يلا بعدين سين تربيع في صاد زائد سين تربيع صاد. بعدين زائد يلا هسا بدنا ناخذ اثنين سين نضربها في الحدين اللي هناك. اثنين سين صاد في سين اثنين سين تربيع صاد. بعدين اثنين سين في صاد زائد اثنين سين صاد تربيع. بعدين راح نمسك الحد الثالث نضربه في الحدين. يلا سين صاد تربيع ضربنا هيك. لا نضرب هاي في هاي زائد صاد تكعيب. الآن ندور على الحدود المتشابهة. سين تكعيب ما في زيها نكتبها. هاي أول واحدة. بعدين عندي هنا سين تربيع صاد. دور لي على إشي سين تربيع صاد. هاي اثنين سين تربيع صاد. صار عندي ثلاثة سين تربيع صاد. سين تربيع مضبوطة هي. سين تربيع صاد. إذن هاي كمان فيها سين تربيع صاد. هذول بزبطنش لأنه سين صاد تربيع. إذن هون زائد ثلاثة. سين تربيع صاد. هاي خلصنا منها. هلا عندي اثنين سين صاد تربيع مع سين صاد تربيع بصير زائد ثلاثة سين صاد تربيع بعدين زائد صاد تكعيب.